السلطات في بغداد تعتقل 13 شخصاً بينهم متهمون بالقيام بأعمال سحر وشعوذة. بيان الشرطة يقول إن أحد المتهمين يحمل 28 بطاقة فيزا غير قانونية، وضبطت 6 مسدسات و5 بنادق غير مرخصة وعدداً من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية، مع كمية من المواد المخدرة وأجهزة تعاطيها. العملية هذه سبقتها قبل أيام اعتقالات في محافظات عدة شملت 31 مطلوباً متهماً بالسحر والشعوذة، وتمت إحالتهم إلى التحقيق، فيما تنتشر في السنوات الأخيرة أعمال السحر والشعوذة في عموم محافظات العراق بحسب ما تقول وسائل إعلام عراقية، إذ ينشط هؤلاء على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مكاتب خاصة، ومعظم ضحاياهم من النساء.